لما بدأوا يكتبون في قواعد التخريج ظهر هذا في العصر الحديث. أول كتابة كنا نعلم قبل ذلك ونقول أن أول من كتب في فن التخريج هو العلامة الشيخ أحمد ابن الصديق الغماري في كتابه حصول التفريج بأصول التخريج، حصول التفريج بأصول التخريج. لكننا وقفنا على شيء جديد يدعونا إلى مراجعة هذه المسألة، وأن أول من كتب في هذا الفن قبله فيما وصل إلينا عالم آخر، وهو العلامة أحمد رضا خان الحنفي. أحمد رضا خان الحنفي له رسالة اسمها الروض البهيج في آداب التخريج، الروض البهيج في آداب التخريج. قال صاحب كتاب تذكرة علماء الهند في ترجمة الشيخ أحمد رضا خان، قال بعد أن ذكر الكتاب المذكور من مؤلفاته، قال إن لم يوجد كتاب في هذا الفن فيمكن القول بأن المصنف هو موجد هذا الفن، أي فن التخريج. قال هذا كلام الشيخ عبد الرحمن علي المتوفى سنة 1325 هجرية في كتابه تذكرة علماء الهند. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح.